إنه المستقبل بيكاب F-150. مواجهة اليوم هي المواجهة الثانية من تصفيات ما قبل النهائية. على الطرف الأزرق من فريق المقاتلون عندنا ثابت، وعلى الطرف الأحمر من فريق فرسان العرب عندنا مصطفى. كل التوفيق. ready فهمي قوانين. I'm say stop stop. Please keep it clean. Two cones. Judges ready. Fighters. مو هذا داي، كنا الكل يعرفون حتى الشباب. لكن المشترك الثاني
اللي رح يتأهل معنا للتصفيات ما قبل النهائية عن طريق حركة الخنق الخلفية بالدقيقة الثالثة والأربع وعشرين ثانية من الجولة الأولى، ومن فريق المقاتلون السابق.